النهارده استكمالا لمبادرات تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بنعقد جلسه للحوار الوطني، جلسه نقاشيه حول قضايا الحوار الوطني بمدينه شبرا الخيمه بمحافظه القليوبيه. حقيقه تفاعل كبير جدا بين الحضور، وتم طرح العديد من الاراء والمناقشات التي سيتم بالتاكيد رفعها في شكل توصيات الى اداره الحوار الوطني. النهارده في مؤتمر شبرا الخيمه هو كان احد الادوات اللي بتعزز بيها تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين صوره الحوار الوطني في القواعد الشعبيه. النهارده احنا استمعنا لاراء المواطنين، حاولنا نتجاوب معهم بكافه يعني المقترحات اللي هم تقدموا ليها. احنا سجلنا هذه المقترحات، سترفع الى مجلس امناء الحوار الوطني عشان الناس تبقى فاهمه احنا بنعمل ايه. تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين بتقوم بدور يعني مهم جدا في عمليه تعزيز صوره الحوار الوطني في الشارع.